السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة إخبارنا الأخيرة من قناة السعودية، والبداية بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين يستقبل جلالة سلطان عمان ويعقدان جلسة مباحثات رسمية. خادم الحرمين الشريفين يقدم لجلالة سلطان عمان قلادة الملك عبد العزيز ويتسلم وساما عمانيا رفيع المستوى. خادم الحرمين الشريفين وجلالة سلطان عمان يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس المجلس التنسيقي السعودي العماني. أهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في قصر نيوم صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، ورحب خادم الحرمين الشريفين بجلالته والوفد المرافق له، فيما أبدى جلالة سلطان عمان سعادته بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين. عقب ذلك عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين وبحث آفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في شتى المجالات. وقد أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مأدبة غداء تكريما لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان والوفد المرافق له. حضر المباحثات صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية الوزير المرافق، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي. كما حضرها من الجانب العماني صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية. قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله قلادة الملك عبد العزيز تقديرا لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، كما قدم جلالة سلطان عمان لخادم الحرمين الشريفين وسام آل سعيد الذي يعد أرفع الأوسمة العمانية تقديرا له أيده الله. ثم شهد خادم الحرمين الشريفين وجلالة سلطان عمان بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس التنسيق السعودي العماني. وقعها صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في سلطنة عمان. حضر توقيع مذكرة التفاهم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية الوزير المرافق، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي. كما حضرها من الجانب العماني صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، والسيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، والفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، والسيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية. رافق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان في جولة بمركز نيوم للإثراء المعرفي
الذي يعرض أحدث التطورات وآخر المستجدات الخاصة بمشروع نيوم وقطاعاته، كما اطلع جلالته خلال جولته بالمعرض بحضور أصحاب السمو والمعالي على مستجدات المشاريع الكبرى الأخرى وهي العلا والجدية وأمالة والبحر الأحمر. هذا وكان صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان قد وصل إلى نيوم في زيارة رسمية للمملكة تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين. وكان في مقدمة مستقبل جلالته لدى وصوله مطار خليج نيوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. وفور نزول جلالته من الطائرة قدمت الطائرات الصقور السعودية استعراضا جويا رسمت فيه ألوان العلم العماني، وأطلقت المدفعية السعودية 21 طلقة ترحيبا بقدوم جلالة سلطان عمان. وقد أجريت لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلمان الوطنيان للبلدين، ثم استعرض حرس الشرف. بعد ذلك تبادل جلالته التحية مع مستقبليه وهما صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية الوزير المرافق، وصاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عمان لدى المملكة. كما وفي صالة التشريفات بالمطار رحب سمو ولي العهد بالوفد المرافق لسلطان عمان وهم صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات والتقنية وتقنية المعلومات، ومعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وصاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير السلطنة المعتمد لدى المملكة. وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات في المطار توجه سمو ولي العهد وصاحب الجلالة السلطان عمان في موكب رسمي إلى قصر نيوم. المملكة وسلطنة عمان دولتان شقيقتان تشكلان جزءا حيويا لا يتجزأ من المنظومة الخليجية العربية، حيث تتمتع الدولتان بعلاقات أخوية ذات شواهد متعددة وروابط الدين والجوار ومشاهد كثيرة وموروث اجتماعي ضارب في عمق الزمن والتاريخ. الأفكار النيرة للقيادتين لها مواقف كبيرة وعظيمة تقف شاهدة على عمق العلاقات الثنائية التي تتميز بالشفافية بين مسقط والرياض على مختلف المسارات. التواصل المستمر بين القيادتين الحكيمتين يشمل جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويشكل لبنة قوية في صرح مجلس التعاون لدول الخليج العربي، حيث تحظى مسيرة المجلس بكل العناية والرعاية والاهتمام من قبل القيادات الحكيمة منذ انطلاقه عام 1982. وتأتي زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان إلى المملكة في إطار تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة وتوسيعا لأفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. نتابع هذا التقرير. قرابة ملياري ريال عمانية هي جملة الاستثمارات السعودية في سلطنة عمان خلال الفترة المقبلة
جاء ذلك في إعلان المسؤولين العماني والسعودي من خلال عقد العديد من جلسات العمل والزيارات المتبادلة. أن تستفيد من الميزة النسبية للموقع الجغرافي المتميز لعمان المطل على الدول المحيطة على المحيط الهندي والتي تمثل سوق كبير للمنتجات السعودية. كذلك يعني هناك تقارب كبير بين الرؤية السعودية 2030 والرؤية العمانية 2040، وحقيقة يعني الكل يعني يعتز بما تحققه المملكة هذه الأيام من قفزات تنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية. ونحن في عمان استفدنا العديد من الدروس من صياغة وإعداد الرؤية 2030. أكثر من 100 فرصة استثمارية للمملكة تم طرحها نتيجة الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين الشقيقين المعنيين بقطاعات التجارة والاستثمار والمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ورجال الأعمال. اجتماعات الجانبين العماني والسعودي يعلن عن بوادر لإنشاء منطقة صناعية سعودية في السلطنة، خاصة مع اقتراب تسليم الطريق بين البلدين الشقيقين. هناك فرص استثمارية كثيرة مطروحة، يعني آخر مرة وزير التجارة العماني طرح تقريبا ما يقارب 50 فرصة استثمارية في سلطنة عمان، ونتمنى أن من الجانب السعودي يعني المشاركة والمساهمة في يعني خلق استثمار في أو المشاركة في استثمار في سلطنة عمان. وقد أثبت البعد الاستراتيجي لسلطنة عمان مع المملكة وبقية دول مجلس التعاون الخليجي في التعاون الاستثماري نجاحات عديدة في مشاريع استثمارية مختلفة. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، سلم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، سلم كسوة الكعبة المشرفة لكبير سدنة بيت الله الحرام الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، وذلك تمهيدا لاستبدال ثوب الكعبة المشرفة في 9 من شهر ذي الحجة الجاري بإذن الله. أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أعمال مشروع فرش مسجدي نمرة بمشعر عرفات والمشعر الحرامي في مزدلفة، وذلك بمساحة تجاوزت 32 ألف متر مربع من السجاد الفاخر وبمواصفات عالمية وفق الطراز الإسلامي المميز. ويأتي المشروع في إطار استعدادات الوزارة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لهذا العام وتوفير كل سبل الراحة والطمأنينة لهم، تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة القاضية بتسخير كافة الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن. من جانب آخر، وقفت وزارة الحج والعمرة على جاهزية مراكز استقبال الحجاج في مكة المكرمة استعدادا لموسم حج هذا العام، والمحددة بأربعة مراكز هي النوارية والزايدي والشرائع والهدى، حيث سيبدأ الاستقبال في هذه المراكز في يومي 7 و8 من ذي الحجة قبل توجه ضيوف الرحمن إلى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية حفاظا على سلامة وأمن الحجيج. أعلنت وزارة الصحة أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة الآن لجميع الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم، وذلك من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي. وكشفت الصحة أنه تم تحصين 50% من المواطنين والمقيمين في المملكة بجرعة كورونا الأولى. أوضحت الوزارة أن عدد الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا تجاوز 19 مليون و700 ألف جرعة، وبلغ عدد الذين حصلوا على الجرعة الأولى أكثر من 17 مليون و400 ألف جرعة، فيما وصل عدد الذين حصلوا على الجرعة الثانية ما يزيد عن 2,200,000 ألف جرعة من خلال أكثر من 580 مركزا للقاحات في أنحاء المملكة كافة،
مشيرة إلى أن أخذ الجرعات الثانية من اللقاح يعطي مناعة أكبر وأفضل للجسم ويحمي من التحورات التي تطرأ على الوباء. نشرتنا مشاهدين الكرام انتهت، بقي تذكيركم بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين يستقبل جلالة سلطان عمان ويعقدان جلسة مباحثات رسمية. خادم الحرمين الشريفين يقدم لجلالة سلطان عمان قلادة الملك عبد العزيز ويتسلم وساما عمانيا رفيع المستوى. خادم الحرمين الشريفين وجلالة سلطان عمان يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس المجلس التنسيقي السعودي العماني. الشكر والثناء الجزيل لكم مشاهدي الكرام على كرم الإصغاء والمتابعة. دمتم بحفظ الله ورعايته، تصبحون على ألف خير.